القديرة وأشيك سيدة في الوسط الفني الفنانة القديرة الراحلة رجاء الجداوي. يمكن كلنا النهاردة صحينا على خبر محزن جدا، مش بس على الوسط الفني ولكن على كل محبين السينما ومحبين رجاء الجداوي بالتحديد، وهو خبر وفاتها بعد صراع مع فيروس كورونا استمر لمدة 43 يوم، بالتحديد من بداية عيد الفطر لما أعلنت أن هي أصيبت بفيروس كورونا وبعدها راحت على مستشفى العزل بالإسماعيلية. يمكن في الفترة اللي فاتت كانت كل الناس بتتابع الحالة الصحية للفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، كل الناس كانت بتدعي لها أنها تقوم منها بالسلامة، ولكن ده النصيب أو القدر، ربنا يرحمها يا رب ويصبرنا كلنا. البقاء لله نورة، طبعا البقاء لله لكل الوسط الفني ولكل الناس. أكيد الفنانة القديرة أو الهانم نجاة علي حسن الجداوي طبعا رحلت عن عالمنا عن عمر يناهز 82 عاما، وعملت الكثير والكثير من الأعداد بقى الأعمال الفنية سواء بقى السينمائية أو الدرامية أو كمان المسرحية، ما شاء الله تاريخ كبير جدا. أكيد الفترة اللي فاتت كلنا كنا على أمل أن يعني المسحة الثالثة أو الأخيرة تكون يعني سلبية ما تكونش إيجابية، ولكن كنا أكيد كلنا نعرف المعلومات من خلال بنتها الوحيدة أميرة وقضاء الله. البقاء لله طبعا لينا ولكل الوسط الفني. طيب لو حبينا بقى ان احنا نتكلم اكتر عن تاريخ الفنانة القديرة رجاء الجداوي، وكمان بدايتها زي ما كان بيقول فاروق، هي عندها ابنة وحيدة وهي أميرة، وكمان حفيدة وحيدة وهي روضة اللي كانت متعلقة بيها جدا وعلى طول بتعمل شير لصور ليهم سوا. اسمها الحقيقي نجاة علي حسن الجداوي، ومن مواليد محافظة الإسماعيلية سنة 1938. خليتها طبعا هي الفنانة الكبيرة الراحلة تحية كاريوكا، واللي كانت عايشة معاها بعد ما انتقلت للإقامة في القاهرة. طيب علشان نعرف أكتر عن الفنانة القديرة الراحلة رجاء الجداوي معنا على التليفون الناقد الفني طارق الشناوي. أستاذ طارق أهلا إزيك يا أستاذ طارق، برحب بيك معنا والبقاء لله. البقاء لله طبعا، فنانة عظيمة واسم كبير، ويكفي أنه أول ما تردد اسم مدام تحية مدام رجاء الجداوي بتفتكر على طول تحية كاريوكا، بتفتكر الرقي، بتفتكر التحضر، بتفتكر الشياكة، بتفتكر القيم نبيلة في حياتنا. الحقيقة كانت حضور رجاء الجداوي بيمثل الكثير من تلك التفاصيل، وعلى رأسها الرقي، يعني وجودها في المكان تحس انه فيه رقي، فيه التفاصيل دايما عند مدام رجاء تهتم بيها جدا، بحيث انه مش بس فنانه كبيره اشتغلت في كل المجالات، مسرح، سينما، تلفزيون، اذاعه، حتى اشتغلت في العمل كمذيعه في الاوربت وفي الاون وفي ام بي سي، في كل يعني في قنوات كثيره جدا، وفي الاذاعه موجوده كمذيعه. هي حاله عظيمه، فضلت لغايه اللحظه الاخيره موجوده في الاستوديو بتبدع فنا. رجاء عندها كمان في حياتها تفاصيل مهمه جدا انا كنت اعرفها بشكل شخصي لاني كنت قريب منها. رجاء هي وميرفت امين ودلال عبد العزيز كانوا يروحوا، مش كانوا على طول، يعني يزوروا مرضى لا يربطهم بيهم صله قربه ولا رحم، مجرد هم بيعملوا حاجة كده مع نفسهم، يعدوا على المستشفيات وعلى المرضى وبذات الحالات الصعبة حتى يبثوا لهم الأمل وطاقة إيجابية. طب دي حاجة كتير ما يعرفهاش عن مدام رجاء، كانت بتعملها بدون إعلان ولا حد بيصور ولا خالص، هي بتعمل كده عشان ده بيردي في أعماقها شيء. طيب من وجهة نظر حضرتك، يعني شايف ازاي الفنانة القديرة رجاء الجداوي كانت علامة مميزة جدا في الفن والسينما المصرية، يعني شايف ايه اكتر حاجة كانت بتميز الراحلة رجاء الجداوي؟ الحال كان بيميز رجاء الجداوي انه ايا ما كان متاح في الدور لازم تشعر ان امامك طاقة. وانا بقول النوع ده من المبدعين وكأنه يطل علينا من ثقب إبرة،
يعني في ناس بتطل فيها يعني واخد مساحه كبيره، فبالتالي بديهي انك انت تشوفيه. لكن طب اللي بيبص عليك من ثقب ابره ازاي من هذا الثقب يستطيع انك تراه وتاخدي بالك منه وتتابعيه ويأثر فيكي؟ هي صح. دي مدام رجاء تقدم الام برقي، ما هو كلهم بيعملوا ام، لكن رجاء الجداوي ام لها ستايل اخر، يعني اضافه جميله هي مختلفه جدا. وكانت صح. شيك زي ما دايما بيتقال عليها، هي مش بس في اللبس ولكن حتى في طريقه كلامها في التعاملات بتاعتها هي رقيقه جدا. هي هانم جدا. هانم في نفسها يا استاذ طارق، هي هانم في نفسها وهانم لينا كلنا. صح. وادت صوره ذهنيه، وده جزء مهم جدا. صح. فكره الصوره الذهنيه ادت صوره ذهنيه جيده جدا للمانيكان. يعني المانيكان في نهايه الكتنيات ومطلع الكتنيات، انت عارف المجتمع بيحتاج ان حد يفهمه يعني ايه مانيكان. هي وان ده حاجه محترمه جدا وشيء عظيم. كانت ام كلثوم بتروح لها. يعني ام كلثوم كانت فاهمه وحاسه باهميه ان يبقى في فتاه مصريه مانيكان بتدي الذوق، بتدي الجمال، الموضه. لا يعني هي ساهمت في الجانب الاجتماعي للحياه في مصر، مش حاجه فنيه. بتكلم هنا على ما هو اعمق وابعد. صح. من انها تمثل دور، لا، ان هي حضورها نفسه كان دور مؤثر في الحياه. يعني دورها المؤثر مش الدور الدرامي. لا، دورها المؤثر هو حضورها. صح. حضور رجاء، هي كانت حاضره في الحياه. صح. حاضره في الحياه في شبابها جدا. كبرت فضلت ايضا حاضره للحياه اللي انت جوزت 80، حتى مقاومتها لكورونا انا بعتبرها رساله. لما تقعد 43 يوم وهي في العمر ده وعندها بعض الامراض متعلقه بالقلب من جهاز التنفسي، تقعد كل ده تقاوم، هي كانت بتبعت رساله ان المقاومه ممكنه. انا كان نفسي زي كل الملايين ان تكلل المقاومه بخبر جميل ما هو الانتصار على الفيروس، لكن قضاء ربنا، اراده ربنا. لا، حتى ده انا بعتبره ايضا الرساله وصلت ان احنا نقاوم، هي قاومت. صح. بعدين بحس انه دايما مدام رجاء الجداوي وما كانش في حد شبهها ولا في حد طلع بعدها شبهها. مهما كان في فنانات بيعرفوا يلبسوا، مهما كان في فنانات من ليفل معين او بيتكلموا بطريقه معينه، ولكن هي حاله منفرده. لا طبعا، هي اكبر يعني، هي لانها يعني اتعلمت كويس مدام حياه الريوكا، تبنتها علمتها كويس. صح. التعليم. ثقافتها كويس. بعد كده مع الزمن كان العطاء متبادل. يعني كمان هي قالت لمدام تحيه، يعني هي طبعا كانت بتخجل تقول هذا الكلام، ولو قلته في حضورها ربما كانت هتعترض. لكن الحقيقه انه كمان هي عادتها مع مدام تحيه بعد ما كبرت بقى. ده كانت اضافت كمان لمدام تحيه. يعني مدام تحيه علمتها، كبرتها، واديت لها كتير، وحمتها في الحياه الفنيه كويس. وهي كمان ادت لمدام تحيه او ردت ما قدمته لها مدام تحيه كاريوكا. من وجهه نظر طارق الشناوي كده، شايف ايه افضل الافلام اللي عملتها الفنانه القديره الراحله؟ يعني نقدر نقول عليها ايه بقى، نجاه علي حسن الجداوي ولا رجاء الجداوي؟ حابب ايه اكتر فيهم بالنسبه لك يا استاذ طارق؟ ايه؟ انهي افلام بالنسبه لك اثرت فيك اكتر من وجهه نظرك بالنسبه للفنان رجاء الجداوي؟ لا كتير، يعني تجربتها مع عادل امام في اكتر من فيلم، دي تجارب مهمه جدا. كانت بتطلع برضو في افلام لاغلب النجوم، حتى موجوده ام لحالة شيحه، ام لمنى، يعني كانت موجوده في عدد كبير من الافلام. لكن بقول انه كمان نقطه الانطلاق من اول دعاء الكروان، فكان حضور عالي. اخيرا لو هنقول كلمه وداع كده لرجاء الجداوي، يعني هي عنوان الوقي والتحضر والشياكه في العالم العربي كله. احنا بنشكر حضرتك جدا استاذ طارق الشناوي، والبقاء لله مره تانية، ويعني يا رب كده تكون اخر الاحزان.
أكيد طبعا الكلام عن الفنانة القديرة رجاء الجداوي يعني مستمرة معانا برضو والناقد الفني طارق الشناوي أكيد يعني هو يعني الميزة عنده إن هو بيبقى حاضر دايما مواقف حقيقية ومواقف إنسانية مع معظم الفنانين. وأكيد طبعا الفنانة رجاء الجداوي زي ما كل يعني بيقول عليها هي هانم فعلا في نفسها ولينا كلنا، وكمان كفاية رقي أخلاقها والرقي بتاعها حتى في شاكتها وكمان في تمثيلها برضو زي ما قلنا ليها طبع خاص وليها بصمة كمان مختلفة، يمكن من الصعب جدا حد ممكن يعوض المكان ده، لأن احنا شفنا على مدار السنين اللي فاتت ما شاء الله كل دور هي بتعمله لازم يبقى ليها بصمة مختلفة في كل عمل فن هي بتقدمه. طبعا الفنانة رجاء الجداوي هي من مواليد 1938 من الإسماعيلية، واسمها الحقيقي زي ما انت قلت يا نورة نجاة علي حسن الجداوي، وخالتها الفنانة الراحلة القديرة تحية كاريوكا، ويمكن هي اللي تبنتها تعليميا من خلال بقى مسيرتها التعليمية من خلال مدرستها الفرنسيسكان وتعلمت كمان اللغة الفرنسية والإيطالية وابتدى بقى المشوار بتاعها. بالظبط كده. طيب احنا لسه هنكمل برضو تفاصيل من حياة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، لكن معانا دلوقتي على التليفون والدة الطفل آدم وهدان اللي كان مشارك الفنانة رجاء الجداوي في آخر أعمالها. ألو ألو ألو، مساء الخير، ازي حضرتك؟ الحمد لله، يعني البقاء لله مبدئيا كده، وعايزين يعني احنا سمعنا انه آدم متأثر جدا. يعني هو للأسف مش عايز يتكلم، وأنا كمان مش عايز أكلمه في الموضوع، لأنه لما عارف قعد يعيط وأنا قعدت أهديه وأقول له لأ هي ارتاحت وبقت مكان أحسن وكانت تعبانة، فهو مش هيقدر يتكلم للأسف. هو استقبل الخبر ازاي؟ يعني عارف من على الفيسبوك ولا حضرتك اللي قلتيه؟ لا أنا قلت له قبل ما يعرف، وكان ماسك الموبايل وهيعرف، فانا حاولت اجيبها له كده بالراحه وقلت له إيه، انت عارف انها كانت تعبانه وكانت تعبانه قوي وكده، ربنا رحمها وما تزعلش لانها دلوقتي في مكان احسن، وهي كانت تعبانه قوي يا ادم. فطبعا اول ما سالت خاطب الخبر عيط حبيبي، يعني انا مش هشوفها تاني، ودي كانت الكلمه على طول، انا مش هشوفها تاني، انا مش هشوفها تاني، قصوري حبيبي هنشوفها في كل الحاجات اللي هي عملتها وكده ربنا يرحمها يا رب. طب بصفتك بقى يعني كنت دايما مع ادم في التصوير بتاعه في اللوكيشن، يعني كانت ازاي بتتعامل مع الناس ومع حضرتك برضو؟ هي بصراحه يعني ليها فضل علينا كلنا، يعني هي شخصيه جميله جدا، على طول تنصح، ان هي اصلا كانت خايفه على ادم وعلى طول بتنصحني او تقول لي مثلا على اي حاجه عملها له تقوي المناعه، اجيب له ايه تقوي المناعه، بستفيد من كلامها جدا رغم ان انا صدرانيه، لكن هي ليها فعلا خبره وحسي باهتمامها. على طول كانت بتنصحنا وتنصحني على وقت الشخصي وتتقدمي على حاجات وتقول لي بحاجتها بتاعتها، وادم بقى بالنسبه لها هي كانت بتحس بيت انه ادم تأديها، يعني تحس انها فعلا انا كنت بطمن وهي موجوده معايا اهتمامها بيه، بحيث انها لا ما تمسكش دي، طب انت ايه خمايه دلوقتي، لما يجي كان بيعيط في المشاهد اللي كان بيعيط فيها كانت تعيط معايا وكانت تزعل تقول يا رب ما يعيط ابدا، ما تخليش هات ابدا، كانت يعني تحس انها لا خايفه، هي ام تحس انها فعلا ام انا كنت برتاح وهي معايا بتطمني. طيب حاسه انها خايفه عليه زي زيها. طب هل كان في تواصل ما بينكم في الفتره الاخيره وبعد كمان معرفته اصابتها في فيروس كورونا، ولا ما كنتوش عارفين تتواصل؟ هي ما كانتش بتتكلم، كان على الواتساب في الاول، وبعد كده طبعا بقيت بعرف الاخبار من ناس اصدقاء بنتها سميره، فالاول كنت بكلم على الواتساب وببعت لها وبتبقى تقول الحمد لله، ما كانش برضه كلام كتير وكان دعاوي بس اللي بعت لها، اقول لها ربنا يطمن عليكي، ربنا يخفف عنك، فما كانش يعني ايه، ما كانش بتتصل في التليفون، هي ما كانتش بتتكلم في التليفون أكيد. ربنا يرحمها يا رب ويصبرنا كلنا كده، ويصبر آدم إن شاء الله كده، ونسمع صوته بخير قريب. ربنا يرحمها ويغفر لها يا رب. أمين أمين يا رب. شكرا لك. وهي تستاهل كل حاجة كويسة بصراحة، وكفاية حب الناس فيها أكيد، هي شخصية تتحب.
أكيد. شكرا ليكي جدا، نورتينا. طيب هي كمان من صغرها يعني شخصية قوية وجريئة. صح. يعني مثلا على سبيل المثال كان في يوم من الأيام من ضمن المواقف برضو اللي كانت قالتها لما كانت والدتها تعرضت أزمة مالية، أو أزمة مالية يعني طبيعي جدا لأي بيت مصري ممكن يبقى معرض ليها، لكن هي ما وقفتش، هي قالت لك لا أنا هنزل أشتغل. واشتغلت فين بقى؟ اشتغلت في موقف عربيات. يعني كانت من ضمن الحاجات برضو الغريبة جدا إن هي في جراج موقف عربيات، برضو الموضوع بالنسبة لنا غريب، وكملت بالضبط. ولكن هي قوة الشخصية، ويمكن حتى دي كانت من سمات برضو الراحلة تحية كاريوكا، كان كل اللي يعرفها يقولك عليها ست جدعة. اه بالضبط. يعني خلاص هي في الدم الحاجات دي. لو كملنا برضو تفاصيل عن الراحلة رجاء الجداوي، هي كمان فازت بلقب ملك الجمال القطن المصري بعد ما شاركت في مسابقة ملك الجمال القطن المصري سنة 1958، وده بسبب ثقافتها وإجابتها لسؤال عن أنواع القطن. كانت طبعا مثقفة جدا، وكانت بتحب القراية بشكل كبير، غير إجادتها لثلاث لغات هما الإنجليزية والفرنسية والإيطالية. بس يعني الجميل في الموضوع إن هي بقى بعد كده اتجهت لأول مرة بقى لعالم الأزياء والموضة. يعني على سبيل المثال مثلا سنة 1961 دخلت عالم الأزياء، وكانت أول عارضة أزياء مصرية، اشتغلت مع المصمم العالمي بيير كاردان في باريس لمدة 7 شهور، وكمان كان ليها طبعا دور كبير جدا في تخريج كبير وكامل من عارضات الأزياء المصريات. يعني هي اللي كانت البداية معاها، وبعد كده بقيت البنات تشجعوا. طبعا بعد ما الخبر النهارده صحينا عليه، فنانين كتير نعوا الراحله رجاء الجداوي، منهم هند صبري، تامر حبيب، شيكو، هشام ماجد، ليلى علوي، شريف منير، ظافر العابدين، محمد فراج، كريم قاسم، وايمان العاصي، حنان ترك، وطبعا فنانين كتير جدا الحقيقي. يعني كل الناس زعلان عليها، مش بس الوسط الفني. بالظبط كده، بالظبط. وكمان كان اول فيلم عملته، وده بعد ما رشحها المخرج الكبير احمد بدرخان، كان فيلم غريبه، وطبعا ده كان من اول الاعمال المفروض الفنيه اللي قدمتها. وبعد كده طبعا كان ليها ادوار يعني المفروض شبابيه كانت قدمتها لنا، من ضمن بقى الافلام دي كان دعاء الكروان، كروان، واشاعه حب، وحدوته مصريه. الفنانة رجاء الجداوي اتجوزت من حارس المرمى حسن مختار، وأنجبت منه بنتها الوحيدة أميرة، وتوفى زوجها سنة 2006. ويمكن كانت هي بتطلع في كل البرامج تتكلم عنه وعن علاقتهم، وكمان عن بنتها الوحيدة أميرة. زي ما قلنا لكم كمان حفيدتها روضة كانت متعلقة بيها جدا، وعلى طول كل صورهم مع بعض على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا. والله بص، هي كعيلة، عيلة كلها عيلة خلوقة، وعيلة كلها طيبة. طبعا الراحل الكابتن الكبير حسن مختار، كل الناس بتشهد بأخلاقه وأنه كان مدرب كبير. نفس الكلام برضو الفنانة راحلة رجاء الجداوي، الناس كلها بتشهد بأخلاقها، وإن هي أيقونة للموضة. حتى كمان الرئيس عبد الفتاح السيسي قال في قادرون باختلاف ان يا مدام رجاء انت حضرتك يعني مثال للشياكه وللاخلاق وللموضه، زي ما احنا شفنا في بدايه الحلقه. فاكيد طبعا هي هتاثر فينا كلنا بشكل كبير جدا بعد ما رحلت عنا وعن عالمنا، لكن اكيد هتبقى يعني معانا باعمالها الفنيه الخالده ان شاء الله. صح، يعني ربنا يا رب يجعلها اخر الاحزان كده، ويصبرنا كلنا، ويصبر بنتها، ويصبر حفيدتها. وداعا رجاء الجداوي، ربنا يرحمها يا رب، وتكون كده في مكانه احسن. فقرتنا دي خلصت، هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل هيكون معانا هنا في الاستوديو الصحفي الفني اشرف شرف، ونشوف ازاي كده الحاله الفنيه الفتره اللي فاتت في ظل وجود فيروس كورونا ونظرته ليها. خليكم معانا. Thank you.
الأخير يا جماعة، يعني دلوقتي فترة صعبة بتمر على الوسط الفني. ليه؟ بعد موسم درامي رمضان عظيم جدا وهايل، كلنا كنا قاعدين قدام التلفزيون في رمضان، مرة واحدة اليومين دول الدنيا تحس انها هديت شوية، مفيش أعمال درامية بشكل كبير. حتى كمان مع فتح السينمات اليومين دول، حتى لو بشكل جزئي بنسبة 25%، برضو إلى حد ما الناس خايفة تروح السينمات. بس هل يا ترى في أفلام ولا مفيش أفلام؟ عشان كده النهاردة احنا حبينا نتكلم معاكم عن المشهد الفني بشكل عام، هيكون عامل ازاي السنة دي، وخصوصا كمان بعد انتهاء الموسم الدرامي الرمضاني، من الناقد الصحفي الفني أشرف شرف. الأخبار يا أشرف؟ الحمد لله، منورنا جدا. الحمد لله. طيب أشرف، يعني بما أننا جبنا سيرة الفن، فيمكن الخبر المسيطر النهاردة هو وفاة الفنانة القديرة رجاء الجداوي. يعني لو حابب تنعيها أو ليك مواقف شخصية معها، ممكن تقول لنا إيه؟ هي يعني فقد الفن عموما، الفن المصري والعربي فقد فنانة كبيرة جدا. هي صاحبة عطاء طويل جدا، أكتر من 60 سنة فن، ويعني مسيرة طويلة جدا الحقيقة، وعملت حوالي 270 عمل فني، فده رقم كبير جدا بين سينما ومسرح وتلفزيون وإذاعة وعروض أزياء، ويعني وبراء ومذيعة وقدمت برامج. هي فنانة كمان، إنسان عظيم اللي اقترب منها جدا، يعني بيلمس الحس الإنساني. هي صح دايما بتتكلم عن يعني حتى هي لما طلعت مع في احد البرامج اتكلمت عن انه الانسان ما ينساش اصله وتعبه وكحرته وفقره لما يوصل لمكانه معينه، لانه ده اللي بيصنعك كبني ادم، ده اللي بيصنعك كبني ادم. في قصه شهيره جدا هي قالتها، فكره ما كانش معاها فلوس تجيب جزمه، وبعدين لما الناس بعدت تقول عنها الشياكه والجمال، كنت عايزه كانت عايزه تقول للناس ان انا كنتش لاقيه اجيب جزمه، اللي انتوا بتتكلموا عن شياكتي واسلوبي. غير طبعا المسيره الطويله في الفن بقى، وهي انسانه مش يعني مهما قلت مكافحه وعظيمه. هي قالت ان هي اشتغلت في جراج وهي صغيره، لا، وعملت اعمال كتيره جدا جدا وما عندهاش اي قلق، ودخلت الفن بالصدفه، مخرج قابلها في وسط البلد وهي بتتمشى وقال لها تمثلي، وكان ما كانش عارف يتكلم عربي لانها كان فرنساوي بس. فيعني هي حاجه جميله جدا جدا. والغريب انها ما كانت رافضه الزواج، وارتدت فيما يقرب من 5000 فستان فرح، يعني عروض الازياء، يعني رقم برضو يخض في عالم العروض الازياء. وانه انا مش عارف اقول ايه عنها والحقيقه، وانا يعني صحيت من النوم لقيت الخبر فصعقت جدا الحقيقه. بس يعني كنت حاسس انه ده هيحصل، لانه الفتره الاخيره تعبت قوي الحقيقه، وجهاز تنفس ومعاناه كبيره جدا. التجربه كانت صعبه عليها شويه. ربنا يرحمها يا رب، يعني ربنا جميعا يجعل ألمها وتعبها في ميزان حسناتها يا رب. امين يا رب العالمين. هي اخر حاجه كانت عاملاها برضو السنه اللي فاتت مع دينا شربين، لعبه النسيان. يعني كانت هي ممثله كبيره جدا الحقيقه، وصاحبه ايادي بيضاء على جيل كبير جدا من الفنانين، سواء سينما سواء تلفزيون. اشتغلت مع الكبار، الغريبه ان اشتغلت مع يوسف شاهين، اشتغلت مع مخرجين دمهم خفيف. يعني هي في كل حته بتلاقيها متواجده. حتى كمان يعني وجودها الاسبوعي معانا مع الاعلامي عمرو اديب كان دايما بيخلينا ان احنا مبسوطين، يعني بطريقتها وشياكتها، حتى كمان في الفقره بتاعتهم اللي كانت فيها واحده قدمت الفكره ازاي العلاقه بين الراجل والست في البرامج، ويعني كانت بتقدمها بشياكه، وازاي انه لازم يبقى في حوار بين الراجل والست بالادب والاحترام. هيدي وايقونه حقيقيه زي ما حضرتك قلت. طيب لو اتكلمنا بقى بشكل عام كده ونظره عامه على المشهد الحالي او الوسط الفني الحالي، سواء سينما او تلفزيون، بتقيمه ازاي من وجهه نظرك؟ والله هو المشهد مربك جدا. احنا برضو فكرة فتح السينمات ب 25% طاقة استيعابية، ده رقم قليل. واحد الافلام نزل السبت اللي فات او من فترة قليلة جاب 100 جنيه، يعني المنتج حوالي 25 جنيه. فاصلا مفيش اقبال، فالمعاناة برضو صعبة جدا، الناس خايفة والرعب يسيطر على العالم مش مصر بس، وبعدين الاعداد بتتزايد، وانت عندك وباء ما تعرفش جاي منين، الاصابة جاية منين او نقل العدوى جاية منين، وبعدين الناس مرعوبة. يعني السينمات اصلا في الفترة اللي قبل الكورونا كانت بتعاني شوية الايرادات وبتاع، الا اذا كانت الافلام كبيرة.
كانت ماشيه كويس، كانت ماشيه كويس يعني لحد ما قبل جائحه الكورونا. انتشار الكورونا يعني، لا كان في افلام بتجيب ايرادات محترمه جدا وعاليه، وحتى كمان كان في افلام يعني لا الناس كلها كانت بتخشها اكتر من مره. للكبار يعني الكريم والسقا والجيل الكبار، انما الافلام اللي هي افلام المواسم دي. وبعدين كنت لسه بتكلم مع حضرتك قبل الهوا تمام، انه اول مره ما فيش موسم عيد فطر، ده كان حرب. طبعا حرب على يعني ده حاجز فيلم الموسم. وخمس افلام متاجلوا، منهم العنكبوت احمد السقا مع منى زكي، وفي منهم العارف احمد عز ده خلصان بقاله فتره، ومنهم حظر التجوال امير رمسيس، ومنهم فيلم يعني كذا فيلم موجودين دول اتصوروا خلاص ومتشغلين، وكان المفروض عيد فطر اللي فات ومؤجلين، واعتقد انهم مش هينزلوا عيد الاضحى لانه الجمهور يعني لو استمر الوضع كده هيبقى في موسم اضحى ضعيف. لا بس ممكن لو المدة طالت شوية يعني ما بقاش عرض الفيلم مثلا، لو كان بيستمر في دور العرض لمدة شهر مثلا طولناه شهرين أو ثلاثة بحيث أنه هو أكبر عدد ممكن يدخله، ولكن بالنسبة المحددة الإقبال إزاي هتحسنيها الإقبال إزاي؟ أهم حاجة الإقبال، مش أهم حاجة مدة طول العرض. ما لسه الموضوع يعني في تغيرات بشكل مستمر يعني إحنا ممكن الفترة الحالية إن إحنا ماشيين بنظام محدد طبعا تابع لرئاسة الوزراء من دكتور مصطفى مدبولي، لكن في الاخر برضو ده ممكن يتغير الفتره اللي جايه، يعني احنا ممكن نشوف فيه تغير الى حد ما، النسبه تعلى شويه مش عارفين، بس هي اهم متعتها في الفرجه والصحبه وما في ده مش ده مش هيتوفر، ان فكره ان انت تاخد اصحابك وتنزلوا تتفرجوا على فيلم اكيد التخوف من الكورونا لسه ما راحتش يعني احنا لسه عايشين معاها يعني وكذا بس ممكن الافلام نفسها تخلي الناس يعني تشد الناس تروح القاعات يعني، حتى لو احنا في الاجراءات احنا واخدين بالنا والكمامات والوقايه كلها احنا خلاص حفظناها دلوقتي، ما هو دور العرض برضه هتبقى ملتزمه بال 25%، فانت برضه عندك عدد قليل من الجمهور بيتفرج مهما كان الفيلم. طيب اشرف احنا لسه هنكمل معاك باقي كلامنا، لكن هنطلع لفاصل صغير ولسه هنكمل معاكم مع الصحفي الفني اشرف شرف، خليكم معانا. جديد ولسه مكملين كلامنا مع الصحفي الفني أشرف شرف عن المشهد الفني في الفترة الحالية. أشرف كنا بنتكلم قبل الفاصل عن فكرة الإقبال على السينما في الفترة دي، وإن هي متأثرة شوية بسبب متأثرة كتير بسبب فيروس كورونا. هل صناع الأفلام نفسهم متأثرين الفترة دي؟ هل في تصوير أفلام الفترة دي ولا متوقفين؟ يعني احكي لنا كواليس أكتر. في حاجات هتبدأ تصور يعني، في فيلم المفروض يبدأوا صوروه بتاع المخرج أحمد خالد موسى اسمه 30 مارس، بطولة خالد الصاوي وإنجل مقدم مجموعة كده من الفنانين، وخالد النبوي بيحضر فيلم اسمه قمر 14 برضو المفروض الداخل يصوره قريب، وفي هاني رمزي بيرضو بيحضر جزء تاني من غاب منه فيه، ده حلو جدا. في كذا في وفي فيلم غنائي آسر وياسين وروبي برضو إخراج هادي الباجوري، في مجموعة من الأفلام ابتدت، وفي أفلام جاهزة للعرض اللي هي زي صاحب المقام يسرى وآسر ياسين ومنك علي، وفي ديدو بتاع كريم فهم دل عن عقلة الأصبع الرواية الشهيرة بتاعة طفولتنا والحاجات العظيمة دي يعني، فيلم كله جرافيكس وحاجات كده وبتاع، ده برضو جاهز للعرض ومفروض انه هينزل عيد الاضحى يعني، احمد السبكي المنتج قال انه هو بنسبه كبيره جدا مشارك بيه في فيلم عيد الاضحى، وفي البعض اللي هي ذهب المازون مرتين حبيبك انت ابتسمت على طول، كريم عبد العزيز ونيلي كريم وغدا عادل يعني دينا الشربيني؟ لا دينا الشربيني ليها فيلم تاني اسمه يوم 13 او 13 يوم مع تاليف واخراج وائل عبد الله. طب هو يمكن اشرف يعني لو فيلم من دول نزل الفتره اللي جايه نلاقي الإقبال على السينمات كبير، حتى لو بالنسبة بتاعتنا تبقى أقل كلها موجودة يعني مليانة. والله مش عارف، أنا مش عارف، الناس برضه الناس قلقانة والأرقام والوفيات، مفيش أخبار خالص إن ممكن فيلم منهم ينزل الفترة اللي جاية؟ في نسبة كبيرة، أنا بقول لحضرتك إنه في نسبة كبيرة إنه ثلاث أربع أفلام نازلين كده زي تجربة لعيد الأضحى يعني، بنسبة كبيرة جدا يعني، منهم فيلمين لأحمد السبكي في السينمات يعني.
عظيم جدا. طب هل شايف انه الفتره دي الجمهور محتاج نوعيه معينه من الافلام، افلام لايت مثلا اللي هو حاجه تفصلنا شويه عن الاجواء اللي عايشينها، ولا اي فيلم لو كان قوي او يعني فيلم كبير الناس هتدخل وخلاص؟ اعتقد ان الحاجات الازمات اللي هي بتبقى مرتبطه بالقعده والحبسه والحاجات دي، اعتقد محتاجه نوعيه افلام كوميدي عشان الناس تفك. يعني انت مش معقوله تكون انت بعد ده كله بتتدخل كمان تدخل فيلم رعب مثلا تكتئب اكتر انت مكتئب، فاكيد الناس بتدور على افلام كوميدي. يعني اكيد لو حد بالمنطق كده انه الكوميديا هي اللي هتكسب. طيب دلوقتي احنا خارجين من موسم يعني رمضاني دسم جدا، كان في مسلسلات بالنسبه لنا قاعدين لها ومتابعينها بالحلقه. بعد رمضان حصل فجوه كبيره، دلوقتي ما فيش ولا حتى عمل درامي احنا بنتابعه، حتى عمل طويل شويه 60 حلقه اكتر من 60 حلقه ايا كان. يعني ده اول حاجه، ليه بالنسبه لك شايف ان مفيش عمل بعد رمضان عمل درامي يعني؟ وتاني حاجه، شايف ان وجود عمل درامي دلوقتي هينجح ولا مش هينجح؟ اكيد هينجح، لان الناس متعطشه ان تشوف حاجه جديده كمان، لانه خلاص الناس شافت رمضان فتشبعت من الدراما الرمضانيه الدسمه كانت. وفي دلوقتي اول امبارح اتعرض مسلسل 7 حلقات اسمه شديد الخطوره، بس على منصه الكترونيه واتش على واتشت، ولأحمد العوضي ريم مصطفى برضو أكشن وساسبنس وحاجات كده وبتاع. أعتقد الناس مستنية برضو أعمال درامية، بس مشكلة في حاجة أنه المسلسل التصوير الناس فكرة الرعب اللي مسيطرة على الناس، فكرة المجاميع، أن أنت لو محتاج مسلسل فيه مجاميع أو فيه حد مش هتقدر تتعامل بمنطق أنه تصور وعايز تلغي مشاهد مضطر أن أنت لمجاميع، فأنت مضطر تلغيها فهتطلع الحاجة مسخ. طيب برضو من ضمن الأماكن اللي فتحت مؤخرا هي المسارح، شايف إزاي إقبال الناس على المسرح بشكل عام وفي الفترة الحالية؟ هو المسرح يعني المسرح أصعب من السينما. السينما ممكن فيه فكرة أن أنت تبقى فيها فكرة أن أنت تدخل وتتفرج على الفيلم وتتعايش مع الممثلين، إنما المسرح أصلا بطبيعته انه لو كانت الصاله كومبليت زي ما بيقولوا اصلا بيعدي بالعافيه، المسرحيه بتعدي بالعافيه ايرادات بعكس السينما، يعني عشان تذكره غاليه وبتاع، انما المسرح بتبقى الاجور عاليه جدا، اجور الممثلين والعرض اليومي يعني، فالمسرح بيبقى اصلا بيبقى في تكلفه زياده اكتر من الايراد اللي جاي اكتر من السينما. طب حاجه تشجيعيه برضو للناس لحد ما، يعني احنا بنقول للناس يا جماعه المسرح فتح مره ثانيه، فالناس تتشجع الى حد ما وتروح. هو الرعب. طيب انت ممكن تروح. لا ممكن اعمل سؤال انت عادي مش مشكله. طيب برضو اشرف، يعني من ضمن الحاجات اللي شفناها الفتره الحاليه اغلبيه الممثلين بيتجهوا لاعمال السير الذاتيه. شايف ان ده عندنا مثلا افتقار للافكار، ان ممكن حد مثلا يكتب افكار جديده فتنجح مثلا في الدراما، ولا دلوقتي خلاص بقى بنستسهل الموضوع بنروح لبعض الرموز اللي اثروا فينا؟ والله هي الحسبه، انت هو اثر في الناس ولا ما اثرش؟ يعني هو فكره السيره الذاتيه اصلا لو ما اتعملتش كويس بتسيء للفنان اللي انت او الشخصيه العامه اللي انت بتجسدها. فبيبقى فيها حاله من الرعب. والغريب مثلا لو فتحنا سيره محمد رمضان واحمد زكي، الغريب انه المسلسل بيتكتب ومفيش مخرج لحد دلوقتي، فده حاجه برضو مشروع من غير مخرج اللي هو العضو الثالث في العمليه التنفيذيه والشكل، انه في كاتب بيكتب لوحده او كاتب مع بطل ومفيش مخرج. اعتقد ان المسلسل جاي بقوه الاعلان او بقوه الدفع، انه البطل اعلن انه عايز يعمل احمد زكي السنه دي وهو خلاص قرر ان هو يبقى مشروعه رمضان القادم. فكره انه كذا مخرج ترشحوا او تداولت اخبارهم كنوع من جس النبض والمخرجين اعتذروا، يعني هو الطبيعي انه المخرج هو اللي بيرشح الفنان. محمد سامي اشترط انه يبقى وحيد حامد، وحيد حامد اعتذر فاعتذر محمد سامي وقرر انه يبقى عنده مسلسل تاني لاحمد السقا وامير كراره اللي هو نسل الاغراب. فمحمد رمضان بقى في ورطه، لازم يكمل الاعلان اللي هو قاله، فجاب واحد من جيل احمد زكي واشتغل معاه حوالي ست افلام اللي هو استاذ بشير الديك. استاذ بشير الديك ربنا يديله الصحه يعني. فيعني فما فيش مخرج. تداول اسم كامله ابو ذكري وقررت انها تعتذر وانها مش هتعمل رمضان الجاي، عايزه تعمل فيلم عن روايه للاديب العالمي نجيب محفوظ، هي بتحضر للفيلم ده، فقالت ان انا السنه الجايه هبقى معاه. يعني مفيش 100 وش الجزء الثاني، مفيش 100 وش الجزء الثاني، او في 100 وش من غير كامله. فدي مشكله برضه، بس هي كان عنصر نجاح اكيد انها قررت انها ما تعملش الجزء الثاني لانها مركزه في مشروعها السينمائي
القادم. يعني أشرف أنت نورتنا جدا، وبنشكرك على يعني الكواليس كده من الناحية التانية اللي أنت قلتها لنا، نورتنا وبنشكرك جدا، شكرا ليك. وإن شاء الله الفترة اللي جاية كده الناس ترجع تاني تروح سينمات ومسارح، وفيروس كورونا يخلص يا رب على خير. شكرا جدا. طيب شكرا. فقرتنا دي خلصت، هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل هيكون معانا دكتور باهر سعيد وإن بوكس في الكبسولة، خليكم معانا. ورجعنا لكم مرة تانية وإنبوكس فيت كبسولة، واللي طبعا بنتكلم فيها معاكم عن كل حاجة بتخص الصيدلة والأدوية مع دكتور باهر السعيد. يا دكتور باهر بنرحب بيك معانا. أهلا يا فاروق، أهلا يا نور. ازيك يا دكتور؟ إيه الأخبار؟ طيب النهاردة موضوع حلقتنا إن شاء الله هنتكلم عن التعامل مع حرارة الصيف والجو اللي إحنا عايشين فيه اليومين دول مع حرارة الشمس. قبل ما ندخل في موضوع حلقتنا حابين نعرف إيه نصايح النهاردة؟ أول نصيحة، إحنا كلنا متعودين نشرب فنجان قهوة الصبح. بس في ناس القهوة بتتعبها. القهوة طبعا حاجة مفيدة جدا وكلها مضادات أكسدة، القهوة لو شربتها بيبان شكلك أصغر من سنك، كلها مضادات أكسدة حلوة وجميلة. بس في ناس يعني القهوة بتتعبها، ممكن تعمل لها حموضة، ممكن تسبب إدمان للكافيين، ممكن كمان تزود ضربات القلب للناس اللي ضربات سرعة ضربات القلب سريعة عندهم. فالنهاردة هنقول الفاكهة البديلة للقهوة. ثمرة فاكهة لو أخدتها كل يوم الصبح هتديك الباور والطاقة اللي القهوة بتديها. بالعكس، يمكن القهوة بتنشط العصب وتديك شوية طاقة ونشاط بس بيخلصوا بسرعة. إنما لو أكلت تفاحة الصبح كل يوم، كمية السكر الفاكهة العالية قوي اللي فيها هتديك باور جامد جدا فترة طويلة، غير الألياف الكتيرة والبكتين اللي موجود في قشر التفاح هيديك إحساس بالشبع فترات طويلة. في أدوية تخسيس بتيجي من البكتين اللي موجود في التفاح. التفاح الألياف بتاعته بتمنع الإمساك، بتزبط حركة المعدة. التفاح هيمنع الناس، يعني هيبقى مفيد للناس اللي عندهم امساك مزمن، هيبقى مفيد للناس اللي عندهم مشاكل في المعده. كلها طبعا مضادات اكسده رهيبه جدا، غير العشرة جرامات من سكر الفاكهه اللي موجوده فيها، السكر الطبيعي سكر الفاكهه اللي هيديك باور ونشاط لوقت طويل قوي. التفاحه يوميا ممكن على مدار عمرك يعني ممكن تغنيك عن الذهاب للطبيب دائما من كمية الفيتامينات ومضادات الأكسدة والألياف اللي فيها. حلو جدا. طبعًا. بتفوق بس أهم حاجة طبعا. تاني حاجة، زمان وإحنا صغيرين كان دايما أجدادنا يقولك لو أنت عندك تعلبة أو حتة فاضية في شعرك هات فص توم وحطه. دلوقتي بقى في منتجات كتير في السوق عبارة عن خلاصة التوم. ليه خلاصة التوم دي من أفضل الحاجات لعلاج التعلبة وعلاج تساقط الشعر وتطويل الشعر وغزارة الشعر، وكمان لمكافحة القشرة. التوم حاجة مميزة جدا، بس استعمالها كمستحضر دوائي معمول بشكل علمي، مش التوم بتاعنا. التوم لو حطيته على طول يعمل لك التهابات وحساسية ويبهدل الدنيا، إنما لو أخدته في شكل في مستحضر طبي معمول بشكل علمي، ده هيبقى مفيد جدا لشعرك، هيعالج التعلبة بشكل طبيعي، هيوقف تساقط الشعر. طب ليه؟ طيب أول حاجة إن التوم فيه نسبة فيتامين سي عالية، فبيحفز إنتاج الكولاجين اللي هو مهم جدا لخلايا الشعر ونمو الشعر ومنع التساقط، غير إن فيه كمية سيلينيوم رهيبة جدا، مضاد الأكسدة الهام جدا، اللي هو بيساعد كمان على تنشيط الدورة الدموية لجذور الشعر، فبالتالي هيمنع التساقط. غير ان التوم ليه مفعول مضاد للميكروبات مميز جدا، فطبعا نمو الميكروبات والفطريات هي دي الحاجات اصلا اللي بتسبب تساقط الشعر وبتسبب القشره. فالتوم او المستحضرات المحتويه على التوم بتعالج تساقط الشعر عن طريق قتل الميكروبات المسببة للمشاكل بتاع الشعر، غير كمية الفيتامينات الرهيبة اللي فيها، غير ان هو كمان ليه مفعول مميز جدا في فراغات الدقن مثلا. لو حد عنده فراغات في الدقن وخايف يستعمل المينوكسيديل، المينوكسيديل احيانا الناس تقلق منه انك لازم تستمر عليه على طول بتاع. لا، ده هو حل مميز جدا لفراغات الدقن، وكمان الحواجب.
الناس اللي حواجبها خفيفة وعايزة تتقل وبرضو عايزة تبعد عن الحاجات الكيميائية، المستحضرات اللي بيبقى فيها التوم بنسبة عالية برضو بتعالج موضوع الحواجب، غير بقى اللي هو ممكن يبقى بديل مناسب للمينوكسيديل أثناء الحمل والرضاعة. يعني في ستات بيبقى عندها صلع وراثي بتستعمل المينوكسيديل، تيجي ايام الحمل والرضاعه ممنوع تستعمل المينوكسيديل، فتحتار تستعمل ايه. الحاجات بتاعه الثوم دي هتبقى بديل لي مؤقت لغايه ما الحمل يخلص او الرضاعه تخلص وعايزه ترجع بقى للمينوكسيديل تاني. استعماله في الصلع الوراثي هو مش بينبت الشعر، مستحضرات الثوم مش بتنبت الشعر، يعني مش بديله للمينوكسيديل في الظروف العاديه غير الحمل والرضاعه يعني، بس ممكن استعمالها في الصلع الوراثي مع المينوكسيديل. يبقى المينوكسيديل مثلا صباحا وهي مساء، بحيث ان في ناس برضو بتستعمل المينوكسيديل بيبقى الشعرية طالعة ضعيفة، فده بيقوي الشعرية تطلع قوية مع المينوكسيديل. فخلاصة الثوم من أفيد الحاجات للشعر. حلو. تالت حاجة، دايما بنتسأل الولد ابني قصير مفيش حاجة تطوله، او حاجة تزود هرمون النمو. على فكرة هرمون النمو مش للطول بس، هرمون النمو ممكن للشخص البالغ العادي اللي طوله خلاص ثبت كويس لحاجات كتير، يعني ممكن لتجديد الخلايا، نمو العضلات لو انت رايح جيم وكده. ايه الحاجة اللي تزود هرمون النمو عندك من غير اضرار؟ حاجة بسيطة خالص، في تمرين ظريف خالص اللي هو التمرين الجري السريع لفترة صغيرة او لثواني، اللي هو انت بتعمل تمرين عالي الكثافة لثواني. ازاي؟ تجري بسرعة بأقصى سرعة لمدة 20-30 ثانية وتريح 90 ثانية وتكرر الحكاية دي 8 مرات ورا بعض. ده من ضمن الحاجات اللي بتساعد على زيادة هرمون النمو وزيادة الطول. يعني دايما كان المشهور قوي تمارين العقلة عشان زيادة الطول، لا، النوبة القصيرة من الجري السريع بأقصى سرعة لفترات زمنية قصيرة متتالية من ضمن الحاجات الهامة جدا في زيادة الطول أو زيادة هرمون النمو. المهم بدون إفراط عشان ما تقلبش لضدك، يعني 20-30 ثانية جري سريع قوي وبعدين تريح 90 ثانية أمشي ولا تقف او تريح يعني تريح وبعدين 20-30 ثانية تانيين وهكذا 90 ثانية راحة 8 مرات متتالية يوميا، هيفرق جامد جدا. طب ليه الافراط غلط؟ الافراط لو ضغطنا قوي هرمون الكورتيزول هيزيد اللي هو هرمون التعب، فبالتالي هتبقى محتاج استشفى وقت اطول فهتبوظ الدنيا. فانت التزم بدي، او لو ابنك قصير وعايزه تمرين كويس لحكاية الجري السريع دي باقصى سرعة 20 ثانية 30 ثانية وبعدين تريحي 90 ثانية لمدة 8 مرات متتالية، بيجيبوا نتائج مميزة جدا. بس طبعا مع الالتزام بقى بالحاجات الصحية، انه ياخد النوم بتاعه كويس، فترات النوم كويسة، الاكل الصحي، الاهتمام بان يبقى الاكل بتاعك فيه كل الفيتامينات اللي الجسم محتاجه، هرمون النمو محتاج كل المواد الغذائية المهمة لنمو الجسم. اهم حاجة ما يكونش خارجي، ما يكونش من الخارج، لان في ناس بتستعين بيه دلوقتي في بعض الجيمات انها تاخده يعني حقن. لا لا، ما احنا بنقول حاجات طبيعيه. طبيعيه بالظبط، ده من اكتر الحاجات هرمون. الهرمونات اللي بتتاخد احنا بنحذر منها دايما، ما تدوش ولادكم هرمونات الا بقى باشراف طبيب وشايف ان ابنك محتاج، ده موضوع تاني. تمام. انما والناس بقى اللي عندها مشكله في الركبه، بيبقى في ناس عندها مشكله في الركبه صعب ان هي تجري الجري السريع ده، ممكن السباحه والدراجات برضو ممكن تجيب نتيجه كويس. الناس اللي عندهم اصابات في الركبه. طيب رابع حاجه، كلنا عارفين ان العسل النحلي ده حاجه هامه جدا وحاجه مضاد حيوي طبيعي، وان هو حاجه منجم للفيتامينات ومضادات الاكسده، لا غبار على ذلك. بس الافراط فيه مش كويس. الافراط في عسل النحل، لان في ناس كتير بتقول لك لا طب ما انا عسل النحل يبقى بديل للسكر مثلا. لا، بصوا يا جماعه، عسل النحل حلو في المعقول، معلقه معلقتين في اليوم زي الفل، انما مش طول النهار عسل نحل. في ناس متخيله كتره حلو، لا كتره غلط جدا، لسبب ان السكر العادي بتاعنا فيه 50% جلوكوز و50% فركتوز، عسل النحل فيه 60% فركتوز و50% و40% جلوكوز. الجلوكوز الجسم كله، خلايا جسمك كله بتتعامل معاه وبتعرف تتعامل معاه، انما الفركتوز بالذات بيحتاج التعامل من خلال الكبد بس. الكبد هو اللي بيتعامل معاه، هو المسؤول عن معالجته.
فطبعا انه بيروح الكبد مباشره وبيشتغل على الكبد، الافراط فيه مرهق للكبد، مضر بالكبد. لو اخذنا كميات كبيره من فركتوز ده مضر بالكبد، مش حاجه كويسه. فلو افرطنا في عسل النحل ده هنعمل زي لود جامد على الكبد، ممكن نضر بخلايا الكبد وممكن نصاب بالكبد الدهني. فارجوكم يعني عسل النحل مفيد، وعلى فكره هو ممنوع لمرضى السكر برضو. يعني الناس متخيله ان هو لا، هو ممنوع برضو لمرضى السكر. العسل النحل كله فوائد، بس المعقول معلقه معلقتين ثلاث معالق ماشي، انما مش طول النهار عسل مش النحل. بافراط بافراط لا، الافراط في اي حاجه حتى لو كلها فوائد غلط. وبرضو لازم ننبه زي ما اشرنا قبل كده ان عسل النحل ممنوع منعا باتا للاطفال اقل من سنه، لانه سام للاطفال اقل من سنه، لان بيبقى فيه بكتيريا الطفل اقل من سنه ما بيعرفش يتعامل معاها او جسمه مش مهيئ للتعامل معاها، فممكن يكون سام للاطفال اقل من سنه. تمام. خامس حاجه لو جبنا ممكن شويه سبانخ خضراء، ورق سبانخ مع خياره مع ممكن ثمره موز مع ثلاث معالق عسل نحل مع نص كوبايه لبن حليب يعني، وعملناهم خليط كده بقى مخفوق كده في الـ في الـ في الخلاط، المشروب ده انتوا مش متخيلين كميه مضادات الاكسده والفيتامينات اللي فيه، ديتوكس طبيعي للسموم اللي في جسمك كلها. لو اخدته يوميا او يوم بعد يوم انت مش متخيل كميه الصحه اللي ممكن تجيلك. نقوله تاني، سبانخ وشويه ورق سبانخ طبعا. على خياره على موزه على ثلاث معالق عسل نحل ونص كوبايه حليب، مشروب لو قعدنا نتكلم على كميه الفيتامينات اللي فيه هيعوز حلقه بس هيبقى طعمه صعب شويه بتاعي. ما هو يعني هو 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 الدواء طعمه وحش. صح. الدواء طعمه وحش بس هو معروف اسمه العصير الاخضر المخفوق، هو اسمه كده العصير الاخضر المخفوق، من اكتر الحاجات اللي بتزود المناعه واللي بتخلص جسمك من السموم. حلو جدا، عظيم جدا. ماشي يا دكتور، نبدا معاك بقى النهارده موضوع حلقتنا عن ازاي ممكن اتعامل مع حراره الشمس في الصيف. ايه اضرار التعرض المباشر لاشعه الشمس على طول كده؟ التعرض المباشر لاشعه الشمس، زي ما الشمس مهمه كمصدر لفيتامين د، التعرض ليها وخاصه في اوقات الظهر اللي هو الشمس الحارقه كلها اضرار ما هتبقاش مفيده ابدا طبعا. اول حاجه من اكتر اسباب حدوث التجاعيد وعلامات السن والنقط بتاعه السن دي اللي هي علامات الشيخوخه او بقع الشيخوخه هو التعرض المباشر لاشعه الشمس. كل ما تعرضت للشمس بدون واقي شمس هتبقى معرض اكتر للتجاعيد، لحروق الشمس. حروق الشمس من اكتر الحاجات طبعا اللي هي بتسببها الاشعه فوق البنفسجيه على الجلد. حروق الشمس بتوصل احيانا لالتهابات وحروق في طبقات الجلد الداخلية وبتعمل بصور والتهابات شديدة جدا بيبقى صعب علاجها. طبعا السمار واسمرار اللون دي من ضمن الحاجات الأساسية اللي صبغة الميلانين بتعملها، التسبغات بتاعة الجلد. النمش، النمش احنا عارفين طبعا ان هو وراثي، بس في نمش مرضي بيبقى ناتج عن التعرض لأشعة الشمس، اللي هي البقع الصغيرة اللي في الوش. كمان في قشرة صغيرة حمراء وبنية بتبقى تظهر في التعرض الشمس الشديد قوي او الكتير قوي والفترات زمنية طويلة، وبتبقى القشرة الصغيرة دي من علامات اصلا التعرض لسرطان او الاصابة بسرطان الجلد. سرطان الجلد نفسه ممكن يصاب بيه الناس اللي بتتعرض للشمس الحارقة فترات طويلة قوي لفترات زمنية كبيرة. ممكن توصل بهم الحال لسرطان الجلد. فالحماية من أشعة الشمس دي حاجة مهمة جدا، لأن حاجة بتوصل للإصابة بالسرطان، فطبعا يعني حاجة في منتهى الخطورة. زي ما قلنا أصلا أن الفيتامينات والحاجات اللي هي الحاجات الطبيعية اللي ربنا وهبها لنا ناخدها على قد على مقدار عشان الزيادة فيها مضر. الشمس نفسها مصدر لفيتامين د، بس التعرض الشديد المفرط ليها منتهى الخطورة على جلدك. كمان حتى التعرض للشمس ممكن يصاب يأذي العين. أشعة الشمس لما بتتعرض ليها بشكل مباشر عينك بتتضرر شبكية العين وبيصاب بحاجة اسمها الساد اللي هي اعتام عدسة العين.
بسبب برضو التعرض المباشر لأشعة الشمس. فالناس اللي بتلبس نظارة شمس دي مش حاجة كده، لا دي حاجة مهمة، مش رفاهية، دي حاجة مهمة جدا عشان حماية العين. طيب دكتور، ايه خطورة حروق الشمس وازاي بتحصل؟ حروق الشمس هو احمرار وتهيب طبقات الجلد نتيجة التعرض لأشعة الشمس بفترات طويلة. طبعا الأطفال اللي هم حديث الولادة والناس اللي بشرتهم فاتحة قوي، دول من أكتر الناس تعرضا لحروق الشمس أكتر من غيرهم. الأسباب طبعا التعرض لفترات طويلة، فترات الظهيرة بالذات، حتى المصابيح الشمسية اللي بيبقوا يستعملوها في العلاج أحيانا برضو بتسبب حاجة زي كده. في بعض أنواع المضادات الحيوية زي السيبروفلوكساسين لما بتاخدها أثناء الكورسات بتاعتها وتعرضت للشمس بيبقى نفاذية الجلد أكتر والإصابة بحروق الشمس فرصتها بتبقى أكبر. يعني في أنواع مضادات حيوية بتخليك معرض أكتر للإصابة بحروق الشمس، عشان كده اللي بياخدوا السيبروفلوكساسين وبدائلهم المفروض الطبيب أو الصيدلي ينبه المريض ما يخرجش في الشمس طول الفترة بتاعة المضاد الحيوي ده، أو حتى لو هيخرج يبقى لازم ياخد يستعمل واقي شمس بدرجات عالية ويحاول بقدر الإمكان ما يتعرضش لأشعة الشمس بشكل مباشر. العلامات بتاعة حروق الشمس بيحصل احمرار شديد في الجلد، ممكن يوصل لتقرحات أحيانا وطبقات الجلد من جوه، يعني زي الحرق العادي بالنار يعني. بيحصل أحيانا حمى وإحساس بالقشعرير أثناء حروق الشمس، أحيانا غثيان، طفح جلدي في الحالات الشديدة، وتقرحات زي ما قلنا. طبعا في المضاعفات الشديدة قوي لحروق الشمس بيحصل تشوهات في الجلد زي تشوهات الحروق العادية بالظبط، وأحيانا بيوصل لسرطان الجلد زي ما أشرنا في أول سؤال. ربنا يستر إن شاء الله. طب دكتور، هنا إيه علاج حروق الشمس؟ كلها يعني حاجات خاصة بالأدوية ولا في حاجات طبيعية؟ في وفي. مبدئيا انت لو اتعرضت لحرق في الشمس المفروض تحط كمادات او تعمل حتى حمام بارد في البيت لمدة نص ساعة، دي اول حاجة. طبعا لو حصل بصور او طفح جلدي المفروض تربطه وتغير عليه اكنه بالظبط حرق عادي، تتعامل معاه اكنه حرق عادي خالص. طبعا استعمال الكريمات المرطبة وخاصة اللي بتحتوي على شمع العسل، ده من أكتر الحاجات المفيدة جدا في علاج حروق الشمس، زي مثلا النولابير كريم، بي كير كريم، الميبو حتى بتاع الحروق مفيش مشكلة. بس يمكن النولابير والبي كير فيهم كمان زائد تركيبة الميبو متضاف ليهم كمان شمع العسل فبقوا أكثر إفادة. في الحالات الشديدة قوي الطبيب بيبقى يكتب كمان كريمات كورتيزون بتضاف ليه كريمات شمع العسل، يعني ممكن نستعمل حاجة زي إليكون أو كيتوفيت أو بيتا ديرم بتخلط مع كريمات شمع العسل المرطبة. ولازم طبعا في حالات الحروق الشديدة ممكن يستعمل مسكن للألم لو عاملة تقيحات، الطبيب بيبقى يكتب مضاد حيوي خاص بيها. بس طبعا الحالات الشديدة لازم تلجأ للطبيب بتاعك. احنا بس بننصح الناس انك لازم تعي خطورة التعرض المباشر للشمس وحروق الشمس، لأن فعلا لها أضرار جامدة جدا. طيب دكتور، هل في طرق طبيعية في البيت نقدر إن احنا نعملها نعالج بيها حروق الشمس؟ في أشهر حاجة كمادات الشاي. الشاي المفروض فيه حمض التنك، الحمض اللي فيه ده المفروض بيسحب الحرارة اللي على الجلد بيمصها. فلو عملت قطنة كده بللتها بشوية شاي هتخفف الموضوع خالص. برضو على فكرة البطاطس، النشا اللي موجود في البطاطس، يعني عملت خرط بطاطس كده، طبعا بطاطس نية يعني، والبطاطس نفسها وحطيتها على المكان اللي موجود فيه الحرق، فيتامين سي بتمص الحرارة، غير ان فيها فيتامين سي كمان بتساعد حتى على ان الجلد ما يسمرش. كمان ممكن مهروس البطاطس نفسه تحطه على مكان الحرق لمدة نص ساعة، برضو بيفرق جامد جدا، وبعدين تغسلها بالماء الباردة. الزبادي، الزبادي طبعا ملطف طبيعي، لازم تحط الزبادي برضو كويس جدا. الخيار، حتى احنا عارفين أهمية مسقط حتى الخيار، اللي هي طرنشات الخيار دي لما بنحطها برضو في الحرق بتفيد جدا. كبسولات فيتامين إيه لو حطناها على حاجة زي بنسينول أو أي كريم مرطب برضو بيفرق جامد جدا. جل الصبار برضو بيساعد، حتى بيساعد على تفتيح البشرة. في حاجات طبيعية كتير في بيوتنا، وأي حاجة اخلطها مع زبادي، يعني ممكن خيار مع زبادي، أي حاجة مع زبادي هتلاقيها مرطب على طول، ملطف على طول. طيب دكتور، هنا برضو يعني الشمس يعني أضرارها علينا وعلى جسمنا وعلى البشرة بشكل كبير،
برضو ساعات ممكن حد يتعرض لضربة شمس. تمام. ممكن يعمل ايه؟ هو في حاجتين ممكن نصاب بيهم في التعرض لأوقات كتير للشمس، الإجهاد الحراري وضربة الشمس. في فرق بين الاتنين. الإجهاد الحراري مش شرط الشمس بس، لا ده لو في مكان مزدحم بس كمان. يعني لو في حتة مقفولة والجو حر فيها قوي والتكييف مش شغال فيها ده بجد؟ يعني ضربة الشمس مش مرتبطة بالشمس؟ لا انا بتكلم على الإجهاد الحراري. إجهاد الحراري. الإجهاد الحراري ان الواحد يحس ان هو مش اللي احنا فيه دلوقتي. الإجهاد الحراري وضربة الشمس. الإجهاد الحراري مثلا لو واحد في مترو مثلا والتكييف مش شغال مثلا، الدنيا مقفولة والجو زحمة قوي وحر شديد قوي، طبعا بيحصل عرق جامد جدا. جسمك بيفقد المية والسوائل اللي فيه والأملاح اللي فيه، فبيحصل تعب ودوخة وإحساس إنك عايز ترجع وصداع، أحيانا بيوصل لتشنجات. كمان النبض ممكن يكون سريع، ممكن الضغط يوطى قوي. الإنهاك الحراري هو زي ما قلنا سببه الحرارة نفسها مش الشمس نفسها. هو علاجه ان انت بتبعد عن مصدر الحرارة او الشمس، تاخد دش مية باردة، تقعد في تكييف، اي حاجة تخفض الحرارة. كمان ممكن في الصيدلية اللي هي الاكياس اللي هي بتاعت معالجة الجفاف بتاع الاطفال، تبقى حل سريع عشان تعوض جسمك عن الاملاح. يشرب سوائل بس مش كميات كبيره، مره واحده، شويه بشويه عشان ما يرجعش. في الحالات الشديده بقى قوي لو حصل اغماء لازم يرجع للمستشفى. موضوع بقى ضربه الشمس مختلف. ضربه الشمس بتبقى مرتبطه بالتعرض المباشر لاشعه الشمس فترات طويله. الموضوع بقى هنا بيبقى خطير ومميت احيانا. الموضوع في ضربه الشمس في الإجهاد الحراري بيبقى عرق كتير. في ضربة الشمس بيبقى مفيش عرق، جسمك مش بيعرق، حرارتك بتزيد قوي داخلية. بتوصل لـ40 احيانا. بيحصل طبعا النبض بيزيد قوي، بيحصل انهاك جامد جدا، تشنجات احيانا، ترجيع، اغماءات، فقدان للوعي. كل الكلام ده طبعا بيبقى في منتهى الخطورة. لو ما تلحقش في الحالات دي ممكن توصل للوفاة. فضربات الشمس بتبقى خطيره جدا، لازم التعامل معاها بسرعه. لو انت في مكان وحصل وشفت حد جاله ضربه شمس، المفروض تحاول تخلع هدومه، لو كان لابس تقيل تخفف، ميه، حتى لو هترش عليه ميه مش مشكله. لو في البيت طبعا لازم ياخد دش، يتحط في بانيو، يتسلط عليه اي تيار هواء بارد يخفض الحراره باي شكل، وياخد طبعا خوافض الحراره باسرع وقت. طبعا لو حصل اغماء لازم مستشفى بأسرع وقت، بس لغاية ما يوصل للمستشفى ياخد سوائل كتير بس برضو مش بكميات ضخمة عشان ما يرجعش. وتبريد على قد ما تقدر لغاية ما يوصل لأقرب مستشفى. المستشفى بقى بيتعلق له محاليل، الطبيب بقى بيتعامل معاه. دكتور لسه هنكمل معاك بقية أسئلتنا، لكن هنطلع لفاصل صغير ولسه هنكمل مع دكتور باهر السعيد وإنبوكس في الكبسولة. خليكم معنا. بوكس في الكبسولة مع دكتور باهر السعيد، وموضوعنا النهاردة عن التعامل مع حرارة الشمس في الصيف. دكتور، لو اتكلمنا عن النصايح العامة كده للوقاية من ضربات الشمس أو من الحرارة الزيادة بتاعت الشمس في الجو الشديد شديد الحرارة ده، المفروض نحاول بقدر الإمكان طبعا نتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، بلاش الازدحام الشديد حتى عشان كورونا مش موضوع الشمس بس كمان. اعتقد ان الشمسيه لو انت طالع في مشوار مضطر فيه تمشي في اشعه الشمس، الشمسيه ده مش عيب، يعني ما تاخد شمسيه معاك. نظاره الشمس مش رفاهيه زي ما قلنا عشان حمايه العين من الساد او اعتام عدسه العين. برضو موضوع انك حر يبقى لازم تشرب ميه، ازازه الميه تبقى معاك. كل ما شربت ميه كتير حميت نفسك من الاجهاد الحراري وحميت نفسك من ضربات الشمس. في الوقت الفترات اللي بيبقى فيها او الاوقات اللي هتبقى داخل فيها مكان مزدحم مش عشان الحراره بس، كمان عشان كورونا لازم الكمامه، ده شيء اساسي. مناديل معقمه او جل معقم معاك طبعا في الاماكن المزدحمه، ده اساسي برضو عشان غير كورونا. احنا في الصيف هو ده الوقت اللي بتاع انتشار الامراض الجلديه بالذات، فعشان الحراره حاجه
يعني أرض خصبة لنمو الميكروبات. فطبيعي لازم يبقى معاك كمان غير مش عشان كورونا بس لازم الجل المعقم يبقى ده من أساسيات الحاجات اللي معاك الثوابت. برضو كل ما تلاقي فرصة تغسل إيدك وتغسل وشك يبقى ده شيء كويس جدا. في كموزيلات للعرق بودرة الشاب حاجة طبيعية جدا ما بتعملش التهابات ولا حساسية ولا حاجة. لو عايز صابون للاستحمام في الفترة بتاعة الصيف أفضل حاجة الصابون اللي هو الجليسرين. بلاش الصابون المطهر لأنه بيقتل البكتيريا النافعة. فالأفضل هو صابون الجليسرين هيدي ترطيب للبشرة وهيغذي البشرة وفي نفس الوقت مناسب لجميع أنواع البشرة. واقي الشمس مش حاجة رفاهية ومش خاص بالستات بس، الرجالة والشباب والأطفال كلنا لازم بنستعمل واقي الشمس. هي دي معظم الحاجات المهمة. بس الأساس في الموضوع أن أنت تحاول تقلل على قد ما تقدر التعرض المباشر لأشعة. طب دكتور هنا بمناسبة واقي الشمس، يعني زي ما أنت قلت أن الناس ممكن تفتكر أن واقي الشمس يعني حاجة نوع من أنواع الرفاهية أنك رايح في مكان تتبسط فيه فدي حاجة غالية شوية يعني. لكن عايزين نتكلم برضو عن أهميته. كفاية انك تعرف ان واقي الشمس بيحميك من سرطان الجلد. زي ما قلنا اضرار التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة ممكن يوصلك لسرطان الجلد، فدي حاجة بتحميك من سرطان الجلد. غير بقى ان هي بتحمي من التسبغات، يعني واحدة ما تجيش تقعد تقول انا وشي سمر قوي، انا بشرتي غمقت، مش عارف ايه، انا عندي مناسبة قريب وعايزة وشي يبقى فاتح. طب حضرتك قبل ما تفكري تستعملي كريم تفتيح او تقشري وشك لازم تستعملي واقي شمس. واقي الشمس ده من اساسيات الحصول على بشرة نضرة وفاتحة. كمان زي ما قلنا هو مش حاجة للرجالة بس، للستات بس، الستات والرجالة. برضو البقع البيضة اللي بتظهر للأطفال الصغيرة أحيانا الناس بتفتكر أن البقع البيضة اللي بتظهر دي نقص. لا ده أنيميا، لا ده نقص مش عارف فيتامين ألف. لا دلوقتي كمان كل الأبحاث بتقول أن أهم سبب من النخالة البيضة أو البقع البيضة اللي بتظهر في وش الأطفال الصغيرين أو في اللي هم في سن المدرسة يعني بيبقى سببها عدم أو تجاهل استعمال واقي الشمس للأطفال. أشعة الشمس هي اللي بتسبب البقع البيضة اللي في وش الأطفال. ودايما بتلاقي في نهاية شهر الصيف أمهات كتير ده أنا ابني في بقع بيضة في وشه، دي أنيميا دي ولا إيه؟ لا ما أنت حضرتك طول فترة الصيف والحر ده أنت مش بتستعملي له واقي الشمس. فأنتوا عشان تدوا وقاية لأطفالكم من حكاية النخال البيضة أو البقع البيضة اللي بتظهر في وشهم، ده في ستات بتفتكر أنه بهاق وتقعد تجيب مراهم للبهاق، وهي الحكاية كلها بتبقى في الأساس بسبب أن أنت تجاهلتي أنك تستعملي له واقي الشمس. واقي الشمس بيقينا من الأشعة فوق البنفسجية اللي هي UVA و UVB. UVA دي اللي هي مسؤولة عن التسبغات وعلامات الشيخوخة والسرطانات الجلد. UVB المسؤولة عن حروق الشمس. دايما احنا بنجيب واقي شمس برود سبيكترم واسع المجال يحمينا من نوعين بتوع الأشعة. بتلاقي في واقي شمس مكتوب عليه كده الاثنين UVA UVB، احرصهم على حاجة زي كده يبقى فيه انه برود سبيكترم او واسع المجال للحماية من انواع اشعة الشمس المختلفة. لازم نغير ثقافة ان الواقي الشمس ده للستات بس. لا ده هو مهم للاطفال كمان اكتر من الستات. ومهم للرجالة اكتر من الستات كمان، لسبب ان معظم الرجالة في الشمس طول النهار. الستات يمكن مقلين في الخروج. طيب دكتور ازاي نستعمل واقي الشمس او سان بلوك؟ دايما بيبقى السؤال مثلا انا هخرج ستات بالذات، طب انا هستعمل كريم مرطب استعمله قبل ولا بعد واقي الشمس؟ طبعا هو الواقي الشمس قبل الخروج بربع ساعه او نص ساعه. لو فضلنا في الشمس فترات ساعتين ثلاث ساعات كل ساعتين لازم يتكرر. هو على فكره مفعوله مش بيقعد معاكي طول اليوم، يعني مش تحطيه قبل وانت خارجه من البيت وتسيبيه بقى لغايه ما ترجعي. لا كل ساعتين او ثلاث ساعات بالكتير لازم تحطي واقي الشمس تاني. لو حتى لو عايزه تستعملي الكريم المرطب تحطيه قبل واقي الشمس مش بعده، قبل واقي الشمس وبعدين تحطي الكريم المرطب. لو عايزه تحطي ميك اب تحطيه بعد واقي الشمس. يبقى الميك اب بعد واقي الشمس، انما المرطب قبل واقي الشمس. لو انت عايزه تستعملي كريم اساس بواقي الشمس بيبقى مكتوب عليه الكريم اللي هو واقي الشمس تند تي اي ان ان اي دي، ده التند ده بيبقى كريم اساس وفي نفس الوقت واقي شمس.
المفروض نأكد على حتة إن إحنا كل ساعتين لازم نجدد وقف الشمس. تمام. طب إيه أنواع دكتور؟ هو طبعا في أنواع كتير في السوق المصري لوقي الشمس. في وقي الشمس اللي هو اللي بيبقى على شكل سائل فلويد، ده مناسب للبشرة اللي هي الدهنية، البشرة اللي هي المختلطة أو العادية حتى بتبقى عايزة كريم مش فلويد، بس كريم ما يبقاش تقيل قوي. إنما لو البشرة الجافة بتبقى عايزة كريم واقي شمس بيبقى القوام بتاعه تقيل. كل ما كانت البشرة جافة تحس بتبقى عايزة كريم أتقل. في أنواع في السوق المصري مش غالية قوي زي الحاجات اللي هي المستوردة. في حاجة مثلا زي منتجات بوبي، مثلا في بوبي جل، ده حاجة عالية جدا بالضبط زي الفيتشي واللاروش والحاجات المستوردة الغالية. في كمان حاجة اسمها أبيك سان سكرين، في سامبريلا، في جليكس، فيه ده عبارة عن وايت تاتش لوشن برضو حاجة مميزة قوي، في الانفينيتي سان سكرين وسان بلوك، في منهم كريمات وفي منهم لوشن، في سان توب، في أنواع مصرية من أول 50 جنيه، 50 60 70 100، يعني كل الأسعار موجودة. لأن الناس بتتخض، متخيلة دايما أن واقي الشمس كله الحاجات اللي هي المستوردة اللي بتبقى 500، لا، في حاجات مصرية معقولة وسعرها مميز جدا. وعلى فكرة دايما في الفترات دي الناس بتلاقي معظم الشركات المصرية والأجنبية بتعمل دايما إيه، باي وان، يعني عرض واحد على واحدة. الايام دي كده العروض دي شغاله جامد جدا، كل الشركات على فكره مش شركه واحده، ده سيزون يعني. ده السيزون. طيب دكتور، ناخد شويه رسائل كده من اللي جات لنا. في رساله بتقول عندي صداع لمده 3 ايام وحاسه الشم بتقل وقست الضغط مظبوط. حاسه الشم بتقل ودايخه وصداع. هو احنا بصي، اول ما نقول حاسه الشم او اسهال او كده، حتى لو مش كورونا احنا بنتعامل اكنه كورونا بالظبط. فأنا من رأيي تاخد الكورس كامل اللي هو بتاع المناعة، فيتامين سي، فيتامين دال، زنك. احنا قلنا قبل كده في حلقة ان حاسة الشم لما الجسم بيتعرض للعدوى، الجسم بيستهلك كميات الزنك اللي موجودة جواه عشان خاطر يكافح هذه العدوى. فلما الزنك بيقل جامد في جسمنا، من ضمن أعراض نقص الزنك هو فقدان حاسة الشم والتذوق. فعشان كده بنصحك انك تاخدي، لازم تستعملي مكمل غذائي بيحتوي على الزنك، لازم تستعملي فيتامين سي، لاكتوفيرين زي البروتوكول بتاع وزارة الصحة عادي، واستعمال حاجة مضادة للهستامين زي ليفو هستام او ليف 6 قرص قبل النوم، واسبريهات من الاسبريهات مضادة للالتهاب زي فليكس او فليكسونيز بخاخ. بمناسبة النقطة دي انا عايزين ننبه على الناس حاجة، هي كورونا ما خلصتش على فكرة. يعني كورونا لسه موجودة. الناس بتتعامل دلوقتي ان مفيش كورونا. لا يا جماعة، يعني المفروض يبقى عندنا وعي اكتر من الاول. انا حاسس ان الاسبوع اللي فات ده الناس نفضت الموضوع ده خالص عشان الحظر اتشال. لا لازم، يعني هي الحكومة عملت شالت الحظر رأفة بالناس اللي أكل عيشها واقف، الأعباء الاقتصادية الجامدة. فمش معناها ان انتوا تسيبوا بقى الموضوع وتتجاهلوا، خلاص يا عم ما عادش في كورونا وبتاع. لا، انا واحد من الناس شايف بعيني، بان انا صيدلي بواجه القصه دي. لا، في حالات كتير والناس متبهدله وكل حاجه. فانتوا لازم يكون عندكم وعي، ويعني ساعدوا حكومتكم في ان احنا نعدي المرحله دي. خاف على نفسك، خاف على نفسك، خاف على نفسك، على احبابك، خاف على اسرتك. فارجوكم اتعاملوا اكن ما في، ان في حظر، يعني اتعاملوا كده. يعني مش شرط ان احنا لازم نتحذر عشان نستوعب الموضوع. فربنا يعديها على خير يا رب. ان شاء الله. امين يا رب. طيب، نسمة فتحي بتقول يا دكتور عايزة حاجة لفراغات الشعر وحاجة تجيب مفعول ونتيجة. يعني فراغات الشعر ممكن الحاجات اللي هي منتجات التوم اللي كنا أشرنا ليها في أول الحلقة، من أكتر الحاجات المميزة لفراغات الشعر. كان في حاجة مستوردة اسمها سورسير دلوقتي في مصر، حاجة اسمها نيو هير، أي حاجة بخلاصة التوم. ده بيستعمل ست بخات تدليك لفروة الرأس صباحا ومساء، مع استعمال ممكن في نقط كده اسمها بيكنوفيتاس كلب للفراغ نفسه كل يوم بالليل.
واستعمال حاجه بقى من مكملات الزنك حتى تزود مناعتك، حاجه زي هايبوكين سيكورنيولا او حاجه زي هيرتون كبسول، اي حاجه يبقى فيها زنك وبيوتين هيظبطوا شعرك ان شاء الله. طيب رساله كمان بتسال ايه اسهل روتين للعنايه بالبشره وفي نفس الوقت يكون سعره مش غالي؟ ما هو روتين على حسب نوع البشره. نوع البشره بالظبط. احنا ممكن نبقى نعمل حلقه لكده بقى لكل نوع بشره بالزبط. لانها بتفرق ده بيبقى محتاج ايه وده محتاج ايه. طيب برضو سمر بتقول يا دكتور عايزه حاجه للحبوب اللي بتظهر في الظهر وبتسيب اثر. هي عاده بتبقى محتاجه بدم الظهر يعني. حمونيل ده ولا ايه؟ الايه؟ حمونيل بيسموه؟ ما هو على حسب برضو شكلها، احنا ما نقدرش يعني ممكن حب الشباب، ما هو حب الشباب بيظهر في الجسم كله عادي. فهو على حسب شكل بس احنا نقول مثلا لو هو حمونيل لو مجرد احمرار ناتج عن العرق والكلام ده، هو الكلاميل من افضل الحاجات على الاطلاق، ولو فيها هرش تاخد حاجه للحساسيه زي ايفاستين اقراص او تلفاست 120 قرص قبل النوم. طيب برضو حد بيسال عن حاجه للنمش والبقع البنيه والكلف. ممكن تعمل تقشير بماده الادابالين زي ادابالين او اكنسكيب او ماربلين، ده بيفرك كده للبشره لمده دقيقتين ثلاثه وتسيبيه نص ساعه وتشطفيه مساء، وبعد الشطف تحط كريم مرطب، في كريم مرطب بنسينول او بنسينول اكسترا سبكترا بنسينول، واستعمال كريم تفتيح يكون مناسب حتى للخروج في الشمس، حاجه زي ليت اب كريم ابيك وايت كريم مرتين يوميا، ولازم طبعا واقي الشمس الاساس في الموضوع، لازم تستعملي واقي الشمس. ريحان بتقول بشرتي بتقشر في الصيف وفي الشتاء وخصوصا بعد عمليه الغده الدرقيه. تستعمل الحاجات اللي هي بتدي ترطيب كامل للبشره، استعمال طبعا مرطب كويس مناسب لبشرتها ده اساسي، واستعمال مكملات الاوميجا 3. اوميجا 3 مكملات الاوميجا 3 بتبقى حاجه مهمه جدا، وتشرب الميه كتير يعني تشربي سوائل وميه كتير ده اساسي، وتاخدي حاجه اوميجا 3 زي اوميجا سيف او اوميجا 3 بلس او اوميجا ار اكس، الاوميجا بتدي ترطيب للبشره كويس جدا، واستعمال برضو اهتمام بالاكلات اللي فيها فيتامين سي عشان يحفز الكولاجين، وبرضو الحاجات الاكلات حتى اللي فيها كولاجين تركز فيه. تمام. طيب في برضو حد بيسال انا رحت لدكتور ليزر من سنتين عشان عندي بقع بني بعيد عن بعض في رقبتي وقال لي حساسيه واخدت علاجه شامبو اسمه نيزابكس وخفيت، بس حاليا رجعت البقع تاني بس على بسيط، ممكن الحل؟ تكرر برضو النيزابكس. النيزابكس كويس جدا من افضل الحاجات على الاطلاق، وممكن تستعمل معاه كلسول بخاخ كويس ان شاء الله. اوكي. طيب أي حافظ بتقول يا دكتور ممكن كريم لإزالة الأسمرار حوالين الفم والأنف ويوجد نمش واسمرار في الرقبة. ماشي، برضو تستعمل تقشير بمادة الأدابلين ماربلين لمدة نص ساعة ويتشطف يوم بعد يوم أو كل ثلاثة أيام، مع استعمال كريم تفتيح زي ستارفيل وايتنينج كل يوم بالليل. طيب عندي الحرق سريع وعملت كل التحاليل سليمة، عايزة حاجة لزيادة الوزن. زيادة الوزن ممكن تاخد ترياكتين اقراص بتاع الحساسية نص قرص قبل الغداء والعشاء، دايجستين اقراص قبل الاكل ثلاث مرات، وممكن تستعمل معاه جروس فورميولا او انشور لبن معلقة في كوباية لبن مرتين في اليوم، واستعمال برضو قراص الخميرة، قراص الخميرة تاخد قرصين بعد الغداء وقرصين بعد العشاء، ده كورس للنحافة مميز جدا وبيجيب نتائج ممتازة، بس لازم برضو تعمل تحليل براز تشوف اذا كان في طفيليات تاخد لها علاج، وبرضو صورة الدم عشان لو في الهيموجلوبين قليل تاخد برضو علاج للهيموجلوبين. طيب كمان سوزان بتقول يا دكتور بنتي عندها 33 سنة وما عندهاش اي امراض، لكن لون رجليها من اسفل بيميل الاصفر او البرتقالي، هل هذا عرض لمرض او نقص لفيتامين محدد وايه العلاج؟ لا، في الحالات دي لازم دكتور بطن يشوفها، طبيب بطنه بس يشوفها، لان لون الجلد اكيد ولون اللسان حتى بيبقى مؤشر لحاجات كتير، فتطمن اكتر اما طبيب يشوفها يعني افضل. تمام. وممكن ما يكونش في حاجه خالص، بس يفضل دايما الفحص. طيب لو سمحت يا دكتور عايزه كريم مرطب للبشره الحساسه ويكون مضاد للالتهاب في نفس الوقت عشان بيبقى فيه احمرار شديد في الوجه. احمرار شديد في الوجه، هو عشان الاحمرار المفروض تستعمل حاجة من الحاجات اللي هي فيها، لو هي مش عايزة تستعمل كورتيزون يعني ممكن تستعمل حاجة زي نولافير كريم، ده مرطب قوي وفي نفس الوقت مضاد للالتهاب، طبيعي ما فيش فيه كورتيزون ولا حاجة، نولافير من أفضل الحاجات في الحالات اللي زي كده.
تمام. طيب دي برضو عايزة كريم مرطب قلناه، أنا الحاجات اللي بقالها متشابهة يعني ما بقولهاش. تمام. برضو نفس الكلام، كريم بيرطب الوجه، لأ خلاص ماشي. حاجة لبهتان البشرة وعدم النضارة والمسام الواسعة، ده من صبر. المسام الواسعة تستعمل تونر كويس طبعا، تعمل كمادات تلج، أي تونر، نيتروجينا، أي تونر ممكن مناسب ليكي، واستعمال كمادات التلج مميزة جدا. البهتان بقى دايما اللي عنده بهتان في البشرة يستعمل حاجة أكياس كولاجين زي كولاويل مثلا، أكياس الكولاجين البحري، كيس على الريق يوميا، استعمال ده بيبقى فيتامين سي مع كولاجين، وتستعمل معهم أوميجا 3 زي أوميجا 3 بلس مرتين في اليوم أو أوميجا سيف. وتشوف الهيموجلوبين ضروري، عشان حكايه البهتان ده مؤشر من مؤشرات الانيميا. طمن برضو على صوره الدم لو محتاجه حديد تاخد حديد، وتستعمل كريم مع الـ مع الـ التونر عشان يقفل المسام. ممكن تستعمل كريم يعني كريم يكون غني بالكولاجين برضو، حاجه زي جولد ميكس كريم من افضل الحاجات على الاطلاق، او انفينيتي انتي ايجينج برضو من الحاجات المميزه جدا. طيب دكتور لسه نكمل معاك كلامنا، بس هنطلع لفاصل صغير ونرجع نكمل انبوكس في كبسولة، خليكم معانا. ولسه بنكمل كلامنا مع دكتور باهر السعيد وانبوكس في الكبسولة. دكتور عايزين نعرف منك ايه الفرق بين انواع الصن بلوك والصن سكرين؟ في فرق بين الاثنين؟ الصن بلوك هو واقي الشمس الفيزيائي اللي هو بيعمل عكس الأشعة الشمس كلها من على الجلد من غير ما الجلد يمتصها. هو طبعا بيبقى فيه مادة اسمها أكسيد التيتانيوم وأكسيد الزنك. هو طبعا من أأمن الحاجات اللي هو الصن بلوك، عشان ان هو ما فيش حاجة كيميائية، فما بيحصلش ان امتصاص اصلا لأشعة الشمس من طبقات الجلد، حاجة هو بيعكسها من أساسها، يعني فيش حاجة بتوصل للجلد اصلا. بس هو طبعا مشكلته انه دايما بيبقى قوامه تقيل، بيبقى كمان كثافته عالية، ممكن يبقى باين يعني انت حاطط صن بلوك، غير الصن سكرين. الصن سكرين معظمه بيبقى خفيف، خفيف. بس الصن سكرين كيميائي، هو بيعمل تفاعلات بيمص الأشعة البنفسجية، هو بيمنعها من اختراق الجلد بس بيتفاعل معاها. الناس دايما بتخاف من الصن سكرين ان هو كيميائي، بس دلوقتي الحديث يعني الحاجات الحديثة والمنتجات الحديثة من الصن سكرين ما تخوفش خالص، آمنة جدا. ليه؟ لأن بتحط فيها مضادات أكسدة عالية، يعني بتلاقي المادة الفعالة بتاع الصن سكرين متضاف ليها مضادات أكسدة، فيتامين إي، حاجات بتحمي البشرة، مع برضو مضاف ليها كمان مرطبات مميزة جدا. فبتلاقي ملهاش ضرر في الآخر، يعني ما تخافوش، لأن دايما لما حد بيلاقي كلمة صن سكرين لا ده لا صن سكرين ده وحش نخاف منه، لا دلوقتي الحديث آمن جدا ومميز جدا بسبب إضافة مضادات الأكسدة والمرطبات الكتير اللي فيه. أحيانا بيبقى فيه ناس عندهم حساسية من المواد الكيميائية اللي موجودة في الصن سكرين، لازم يراعوا حاجة زي كده. دايما لما تستعملي واقي الشمس أو أي منتج للأمراض الجلدية أو أي منتج بتحطيه على بشرتك لازم تعملي اختبار حساسية الأول، ده أساسي. يعني مش شرط الصنف يكون غالي عشان استعمله بامان. ياما ناس جابوا الصن سكرين ب 1000 جنيه و 2000 جنيه وفي الاخر عمل لهم حساسيه والتهابات شديده. وممكن يكون صنف ب 50 جنيه ما يعملش حساسيه. فانت كده كده الصنف مهما كان ومهما كان غالي او رخيص لازم تعملي اختبار حساسيه، تجيبي كميه منه وتحطيها على ايدك وتسيبيها ربع ساعه وتشوفي عمل حساسيه او جلدك تحمله ولا لا. طيب دكتور ايه مواد الحمايه اللي احنا مفروض او اللي ممكن نستعمله؟ طبعا الاس بي اف اللي هو صن بروتكشن فاكتور بيبقى فيه حاجه 15 30 45 50 لغايه 100. ده المفروض هو اللي بيدلنا مؤشر الصن بلوك او الصن سكرين ده هيدلنا حمايه قد ايه. الجو بتاعنا في الدول العربيه احنا محتاجين حاجه بلس 50 وخلاص. أوكي. يعني مش شرط تجيب 100، لا حاجه بلس 50 كده زي الفل، ومعظم اللي في السوق بلس 50. أقل من 50 مش هيبقى فعال، الخمسين وطالع تمام، المية ده احنا مش محتاجينه، يعني مش شرط انك تروح للمية، هو 50 كفاية قوي، بلس 50 ده مميز جدا. طبعا ناخد بالنا من في بعض الأنواع بيبقى مكتوب عليها صن تان لوشن. ممكن الناس ما بيبقاش عندها الوعي، مش فاهمة الفرق،
السنتان ده بيبقى المفروض المعامل الحمايه بتاعته 15 للناس اللي راحه تعمل تان على البحر، تاخد لون، تاخد لون، عايزه تسمر. ده حضرتك مش واقي شمس يعني. في ناس متخيله كلمه سنتان ده حاجه يعني حلوه، لا، كلمه سنتان ده معمول للناس اللي راحه تاخد لون على البحر، بس بيمنع الاشعه الضاره، بس ب 15% ماشي، بس النسبه قليله، النسبه بسيطه خالص بسيطة يعني مش حي يعني اللي بيستعمل واقي الشمس عشان خاطر ان هو يحميه من الاسمرار، لا، ده هو هيسمرك المفروض يعني. فلازم سان سكرين او سان بلوك، مش سانتان. سانتان ده خاص بالناس اللي رايحين ياخدوا لون. ما تتغروش بالحاجات اللي مكتوب عليها 100، كفايه علينا قوي بلس 50. تمام. طب دكتور هنا، يعني واقي الشمس هو يعني حاجه واحده ولا المفروض في واقي الشمس مناسب بكل بشره؟ البشره الجافه زي ما قلنا ان هي حاجه قوامها تقيل قوي، يبقى كريم مكتوب عليه كريم، اللي هو البشره المختلطه والعاديه كريم بس خفيف. البشره الحساسه بتستعمل السائل الفلويد او اللوشن. الاطفال بقى لازم ناخد بالنا من حاجه دلوقتي، في انواع واقي شمس بتبقى مكتوبه كيدز خاصه بالاطفال. الفرق من بتاع الاطفال وبتاع الكبار ان بيبقى خالي من البرابين، خالي من العطور، معامل الحمايه بتاعته برضو بتبقى عاليه فوق ال 30 50 او حاجه. المهم بتاع الاطفال بيبقى مميز في الحته دي، انه خالي من البرابين، خالي انما برضو في الاخر لو ما فيش قدامك غير هو واحد، يعني في ناس مثلا بتطلع رحله مصيف يومين واحد. يوم فمش معقوله هتروح تشتري لكل افراد الاسره يعني. انت ممكن تجيب نوع يكون مناسب للكل وخلاص، بس يكون حاجه امنه، برود سبيكترم اللي هي واسعه المجال لليو في اي واليو في بي، وتكون في نفس الوقت مناسبة لمعظم البشرة برضو. يعني ما بتعملش حبوب للبشرة الدهنية مثلا كده يعني. أوكي. طيب دكتور نكمل الرسائل اللي جات لنا. في رسالة بتسأل، أنا عندي صلع وراسي وجربت كل حاجة وكل الزيوت حتى الزيوت الهندية ومفيش حاجة جايبة نتيجة، ورحت للدكتور حتى علاجه وما جابش نتيجة. خلاص، هو صلع وراسي يبقى لازم المينوكسيديل، بس هيبقى قرار بقى انك هتستمر هي سيدة هتستمر عليه طول العمر، مفيش فيه صول، تستعمل حاجه مينوكسيديل، اي نوع مينوكسيديل في السوق، مينوكسلوك، بيرفورما، هيرباك، اي حاجه من الحاجات دي، 5% 6 بخات مثلا صباحا مع التدليك لمده 3 دقائق على الاماكن اللي هي الفاضيه، 6 بخات صباحا، ومساء تستعمل حاجه من منتجات التوم برضو اللي احنا قلنا عليها. ممكن تستعمل 10 بخات من النيو هير سوليوشن او السورسير، اي حاجه من المنتجات التوم، مساء 10 بخات مساء، وتستعمل برضو حاجه حمام زيت زي زيت سترونج فيل هير اويل من افضل الحاجات، او فيفيدول هير اويل، بتدلك بيه الفروه والشعر لغايه تاني يوم وبعدين تشطفه. وتستعمل حاجة من الحاجات اللي فيها زنك وبيوتين زي هايبوتينس فورميولا مرة يوميا، مع برضو لو عندك أنيميا لازم تاخدي برضو حاجة حديد. طيب كمان رسالة من ياسر بيقول، يا دكتور لو سمحت عايز أي حاجة للإعياء الشديد وعدم القدرة على بذل المجهود. الإعياء الشديد لازم تشوف سببه إيه، برضو تعمل صورة دم. تمام. وتشوف إذا كان عندك أنيميا أو لأ، برضو تشوف فيتامين دال، فيتامين دال من الحاجات اللي هي بتعمل الكلام ده، تطمن برضو على الكبد والكلى عندك لو في مشاكل فيهم ممكن يعملوا كده، يعني تعمل تحاليل الأول تطمن على جسمك كله بصفة عامة. لو عايز بقى كله تمام وعايز حاجة تديك باور، يعني الحاجات اللي هي فيها غذاء ملكات النحل بنسب عالية، اي حاجه فيها الف زي باي سترونج، رويال كير، رويال جيلي، مع استعمال فيتامين بي برضو بنسب عاليه، حاجه زي اومنيفورا، حقن نازله جديد حلوه قوي، اومنيفورا او ليفا بايون، حقن عضل كل 3 ايام، مميزه جدا وفعاله وبتجيب نتائج حلوه قوي يعني. طيب برضو حد بيسال، عايزه نوع سيروم او كريم للبشره الدهنيه بيدي نضاره للبشره ويفتحها. ممكن سيرم انفينيتي انتي ايجينج، ده من الحاجات المميزه جدا، بتدي حاجه جميله قوي للبشره، او الجولد ميكس برضو من الحاجات المميزه جدا. وعشان تدي نضاره تعملي برضو تقشير للبشره مرتين في الاسبوع بماده الادابلين، هتفرق معاكي جدا. تمام. نور محمد بتقول، يا دكتور في الم شديد في قدم الرجل اليمنى واحساس بسخونه فيها، ارجو الرد. تعمل تحليل املاح في الدم، يوريك اسيد في الدم الاول، عشان موضوع السخونه ده،
وتاخد مضاد التهاب زي لورنكس كام مثلا، ماده اللورنكس كام امنه شويه يعني، امن من الحاجات الثانيه، تاخدها مرتين في اليوم، بس لازم تعمل تحليل املاح في الدم وتتاكد ان مفيش نقرس مفيش املاح زياده. تمام. طيب برضو سؤال تاني، كيفيه التخلص من العرق الزائد وافراز الدهون؟ افراز الدهون استعمال الغسول بتاع البشره الدهنيه من اكتر الحاجات المميزه، ستارفيل كلينسر من الحاجات المميزه جدا والفعاله، او في حاجه اسمها سينوبار او توبي جنت، دي البدائل بتاعته في السوق. العرق الزايد وخاصه حتى بنتسال دايما طلبه حتى الثانويه اللي ليهم بتعرق كتير، العرق الزايد قوي ده بيبقى محتاج حقن بالبوتوكس، او في بليه حاجة رول اون موجودة في الصيدلية اسمها بريس بايركس، هي ملهاش بديل، هي حاجة واحدة بس، بريس بايركس هي دي الوحيدة اللي في السوق للناس اللي ما عندهاش المقدرة ان هي تعمل حقن كلام من ده. الحاجة الوحيدة اللي في الصيدليات للعرق الزايد في وخاصة اللي هو عرق الايدين مثلا، حاجة اسمها بريس بايركس، ده عبارة عن بلية دوارة، هو صنف مستورد بس للأسف ما فيش مصري منه يعني. ده بيقفل المسام ولا بيعمل ايه؟ بيعمل تحكم في العرق بس من غير طبعا ما يقفل المسام. تمام. طيب فرح بتقول يا دكتور عايزه كريم لتفتيح البشره وكريم تفتيح الاماكن الداكنه وعلاج تساقط الشعر وتقصفه، وعايزه حاجه تطول الشعر. طيب بالنسبه لتفتيح المناطق الوش والمناطق الداخلية، استعمال كريم تفتيح يكون فيه حاجات طبيعية، منتج طبيعي، في أنواع كتير جدا في السوق المصري، في فولدكس، في انفينيتي وايتنينج، في ستارفيل وايتنينج، في أبيك وايت، في فور لايت، في أنواع تفتيح كتير جدا في السوق المصري، المهم حاجة تكون تركيبتها طبيعية عشان ممكن تستعمل بأمان في المناطق الحساسة، مع استعمال برضو تقشير مرتين في الأسبوع بمربلين برضو مفيش مشاكل. بالنسبة لحكاية غزارة الشعر والكلام ده، لازم تستعملي مكمل غذائي بيحتوي على البيوتين والزنك، حاجة زي هيبوتينسي فورميولا، هيرتون، ممكن فيتاماكس، ممكن رويل فيجي، أي حاجة من الحاجات دي. مع استعمال أوميجا 3 برضو، اوميجا 3 بلس مثلا او اوميجا سيف مرتين في اليوم، استعمال الاسبريهات احنا قلنا بتاعه التوم او الكافيين، نيو هير او سترونج فيل او توب هير، اي حاجه من الحاجات دي، واستعمال زيوت طبيعيه، زيت الزيتون مع زيت السمسم مع زيت بذور الجزر مع زيت اللوز الحلو، خليط بنسب متساويه، تدليك لفروه الراس يشطف صباحا يوم بعد يوم، ده من الحاجات المهمه. ده يتجاب من ايه، من الصيدليه ولا من العطار؟ لا من عند العطار عادي. تمام. او لو عايز حاجه جاهزه من الصيدليه في سترونج فيل هير اويل او فيفي دول هير اويل. تمام. طيب برضو كذا حد بيسال عن البثور السوداء اللي في الوش او النقط السوداء. البثور السوداء بنستعمل لها واقي بتاع غسول، قصدي الغسول اللي احنا بنستعمله بتاع حب الشباب نفسه بنستعمله للقصه دي، حاجه زي مثلا غسول زي سينوبار على حسب نوع البشره بقى، ناتري، ممكن ليت اب حتى غسول يمشي شغال، واستعمال برضو تقشير بماده الادابلين مرتين اسبوعين. تمام. طيب ناخد كمان رساله معانا، كلها حاجات برضو مرتبطه بال قلنا ماشي دي ما قلناهاش، برضو حاجه مرتبطه بالنقط السوداء، النقط السوداء اللي في البشره واللي تحت العين. اللي تحت العين استعمال الحاجات اللي هي بتاعت الهالات السوداء نفسها، هي دي أأمن حاجة لمحيط العين. يعني استعمال حاجة زي مثلا فيردكس اي كونتور، ممكن استعمال حاجة اسمها اي ميكس، في حاجة اسمها جولد ميكس، اي حاجة من الحاجات اللي هي ممكن استعمالها لمحيط العين هتبقى مميزة جدا في القصة. حلو جدا دكتور، يعني نورتنا وبنشكرك جدا، وان شاء الله نتقابل الاسبوع اللي جاي على خير. شكرا ليك. شكرا جدا دكتور. شكرا يا شكرا نورة. كده خلصت حلقتنا من إن بوكس، ونشوفكم بكرة ان شاء الله على خير، وباي باي.